إلى المغرب، تحديدا إلى مدينة أغادير، لنتعرف على حديقة وادي الطيور المخصصة لمختلف أنواع الطيور القادمة من مختلف القارات والدول، إذ فيها أكثر من 50 صنفا من الطيور. تمتد الحديقة على مساحة 2.5 هكتار، ويصل عدد زائريها إلى حوالي 200 ألف زائر سنويا. التفاصيل في هذا التقرير. احنا الان نتواجدوا في حديقة وادي الطيور اللي تأسست سنة 1986 على يد المرحوم الخور الله الحسن الثاني طيب الله وطهره، ومن تسلمات كهبة ملكية للمجلس الإقليمي ديال أكادير أدو تنام اللي الآن هو اللي مكلف بمهمة السير ديال هذا المرفق الحيوي. التسمية ديال حديقة وادي الطيور جات من انطلاقا لأن في الأصل ديالها كان فيها خاصة غير الطيور، واحد الأعداد ديال الطيور من جميع القارات ديال العالم. المجموعة ديال الطيور اللي كاينة في مختلف القارات، كاين واحد المجموعة أخرى ديال الثدييات مثل أي الأطلس، مثل الغزال الدركاز، مثل اللاما، مثل الكونغورو أو الوالادي اللي كنسميهم، كاين الماعز أيضا. إذا هادو هما الثدييات اللي عندنا لتحت في المرفق السفلي للحديقة. هذه الحديقة كتعتبر من بين أهم الشرايين اللي كيساهموا في ترويج مدينة أكادير من الناحية السياحية ومن الناحية الاقتصادية، وبالإضافة إلى مهامها كمرفق للتربية البيئية خاصة الأطفال ديال المدارس وديال المخيمات اللي كيحجوا لها بكثرة خصوصا في الفترات ديال العطل، وكيندمجوا مع كيتعاملوا كيلامسوا عن قرب هاد الطيور وهاد الحيوانات، وهناك كتخلق فيه ذاك الحب ديال الطبيعة وديال البيئة والمحيط ديالها. جينا لهذه الحديقة غادي باش نشوفوا الطيور وتستوهم، ان شاء الله هادشي زوين وبيخلف مزيان. شفنا بزاف ديال الطيور وشفنا مجموعة من الحيوانات، فيها الغزال، فيها شحال من الحيوانات زوينين تبارك الله. Je pense qu'il faut garder cette vallée des oiseaux. آتي إلى هنا كل يوم. وادي طيور مكان مهم يجمع المغاربة بالسياح والأجانب والزوار، ويسمح بالتفاعل والتواصل مع الناس من مختلف الثقافات. جينا للحديقة في إطار زيارة تعلمية لفائدة التلاميذ للمؤسسة المستوى الخامس، اللي من خلالها يتعلموا شنو هما أنواع ديال الطيور والحيوانات اللي كتواجد بحديقة متواجدة بأكادير.